احنا المغاربه الوحيدين اللي كنسدوا على الماعن في الفيترين. اخر مره جبدناهم في 96 من جا الواليد من الحج. علاش زعما حيت غاليين؟ دابا مع مرجان كل شيء رخاص، زلايف طباصل وزيد وزيد غير بخمسة درهم. ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاتمان. مشاهدنا الكرام، تحية رياضية وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من ميكروسبور. اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين واش هما مع ولا ضد إغلاق مركب محمد الخامس. بقوا معنا مشاهدينا. وفي نظري يشدوه، حقاش الناس كتشكى في المعارف بزاف، كاع قال اللي داير بالتيران كلشي كيتشكى. واش نقول لك؟ شفت هذاك الشيء بعيني، والجاج كلشي كيتهرس، طوموبيلات بزاف الحوايج كيمشيو. ونتمنوا يشدوا ويحلوا شي واحد برا كازا. انا واحد راه طال برا يمشيو يحلوا شي واحد احسن من هذا. واش المدينه ديما الخراب، ديما الصداع. لا انا ما متفقش معهم، ولكن كل واحد وجهه النظر ديالو. كنظن بالله انه خاص اعاده نظر من ناحيه عقليه بنادم وصافي. محمد الخامس راه تحفه، ماشي عادي، راه خاص يبقى ماشي غير اللعب، بقى حتى الحوايج اخرين تفكروا به. راه من الستينات هو خدام وفيه ما يتشاف وعارف ما يسير، وفيه حضاره ديال المغرب من 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 من, من الستينات ولا من الخمسينات. ما خصوش يتسد، حيت راه شي دايره شي تقدم فيها. خصنا نتفرجوا، خصنا نبقاو تابعين كره القدم، خصنا نتابعوا العالم. بطبيعه الحال خاص دونور يبقى محلول، ولي تعاقب والورقه تغلى، تولي الورقه ب 350 درهم، تولي حتى 1000 درهم، ولكن التيران ما خصوش يتسد. هذا الشيء اللي كاين. اش غادي يحيدوا مركب محمد الخامس؟ فين غيحيدوا؟ فين غيديروه؟ مركب محمد الخامس راه عنده تاريخ قديم. الى جاوا راه هو اول حاجه، راه هو التحفه الوحيده اللي بقات في كازا. مركب محمد الخامس خاص يبقى محلول. علاش؟ حيت الشغب ما جاش من التجمهور. يعني الشغاب كاينين شي وحدين هما اللي كيديروا الشغاب، يعني خارج النطاق ديال الكره. بالنسبه لواحد كويري غادي يتفرج ما يدير الشغاب، بالنسبه لواحد مثقف غادي يمشي يتفرج عزيز عليه واحد الفريق ديال الرجاء البيضاء وما يمكنش يدير الشغاب. يعني كاينين الناس متخلطه. حنا ماشي ضد، ولكن خص يدير واحد القانون، فهمتي؟ الشغاب خص ما يبقاش الشغاب في البلاد. التيران بعدا هو الاول، خص يطلعوا الثمن شعل بيه، ويكون اول حاجه المخزن ضروري، ولا خصو يدير الخدمه شاعو باش نحاربوا الشغب. ضل كاع ان الكره تحيد من المغرب كامله، تحيد من المغرب. انما ان هذا الشيء اللي كيوقع بزاف صراحه، خاطري كيكدرني ملي كنشوف وليدات باقيين صغار كيجيو باش يستمتعوا بواحد الكره اللي هي تراث مغربي، وفي الاخير كيوليو في مستشفيات، كاين اللي كيولي في مقابر. إذا مشاهدنا الأوفياء، وصلنا لنهاية الحلقة من ميكرو سبور. سؤالنا النهار اليوم كان هو واش المواطنين مع ولا ضد إغلاق مركب محمد الخامس. مجموعة ديال الناس قالوا بأنهم مع أن مركب محمد الخامس سيتغلق باش نتفاداو أعمال ديال الشغب، ومجموعة ديال الناس قالوا أنهم ضد أن مركب محمد الخامس يتغلق باش لأنه معلمة تاريخية وخاصة نحافظوا عليها. بهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة. موعدي كيجدد بكم في حلقة رياضية أخرى، دائما على شوف سبور ودائما على شوف تيفي. تبقوا على خير.